دلال المنايا داخل أرضية الميدان ابن الفحل العندم الأم بن كريم المجالي للمالك والمدرب صفوان صفوان الهيب المالك والمدرب طير الليل ايضا متواجد معنا تحت شعار نادي الملكي نادي القرن نادي صاحب ال33 بطولة نادي ريال مدريد الاسباني مع المالك معتز غرابة من الرينا ابو محمد وفقه الله طير الليل بسم الله ما شاء الله حاصل على وصيف بطل في الاسبوع الماضي في ميدان المطار طمرة اليوم يشارك في مدوار قانا الجليل كفركنا بريق بلنكي ايضا حاصل على البطولة الاسبوع الماضي فقط مع الخيال الكبير العملاق المخضرم بزيو بريق بلنكي ابن الفحل مفاز ابن بريق الامال وما فينا مفاز حاصل على كأس مربي الخيول في عام 2007 في ميدان التعناخم بريق بلنكي صاحب البطولة في ميدان المطار طمرة في الأسبوع الماضي مع نفس الخيال بزيو الميدان سيعتذي صوته الخيال عمر غدير الفحل كنز الأم أفريكانا سلطانة الملك ذياب غدير المدرب ذياب ليل مع الملك معتز غرابة أبو محمد بن الرينا بزيو على صوت فريق بلنكي عملية الإحماء متجه إلى نقطة الانطلاق اعتلي صوت دلال البنايا دلال المنايا وعلى صهوته المهندس سلمان الأسم دلال المنايا والفحل العندم الأم بن كريم المجالي المالك والمدرب صفوان الهيب أتمنى النجاح التوفيق للجميع والسلامة أولا وآخرا يلا عمر وصيف البطل الأسبوع الماضي في مضمار المطار طمرة طير الليل بسم الله ما شاء الله
مع المالك الجديد له معتز غرابة أبو محمد من الرينا، وفقك وإياه الله. يلا عمر ظهور، هيا أبويا. شباب الله يرضى عليكم، اللي قبل وبعد خط النهاية، الشباب الواقفة حوالين البرج قبل وبعد خط النهاية، الرجاء الابتعاد عن أرضية الميدان بقدر المستطاع. هذه أمهار عمرها فقط 3 أعوام، قليلة الخبرة في عالم السباقات والميادين. علاء علاء عمر غدير على صوت سلطان الكنز، الفحل كنز الأم أفريقيا، سلطانة للمالك ذياب غدير، المدرب ذياب غدير. تلفح الفاندوم ونيل ملاك أولاد الحاجة أبو موسى غرفات. مدريد سلطان الكنز ولورد الفانتوم، لورد الفانتوم آخر من يدخل جهاز الانطلاق مع الخيال الواعد محمد الفتحي. باطي تفتح الأبواب أمام خيول المجموعة الرابعة، وفعلا إخواني ينطلق الشوط الرابع على بركة الله. بسم الله ما شاء الله، انطلاقة موفقة للمجموعة الرابعة. أي أبو جبل على صهوات طير مدريد متصدر المجموعة، لورد الفانتوم مع محمد الفتحي بالمراتب الثانية، سلمان الأعسم على صهوات دلال المنايا بالمراتب الثالثة، الأمهار في مجموعة واحدة في قبالة دخول الأمهار المنعطف الأول، لورد الفانتوم مع محمد الفتحي ما يزال متصدر المجموعة، بل هو طير مدريد، طير مدريد ما يزال متصدر المجموعة. دلال المنايا الآن يندفع مع سلمان الأعسم، بل هو بريق بلنكي مع بزيو. الأمهار خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم، طير مدريد وبريق بلنكي بنزاع للمرتبة الأولى، طير مدريد وبريق بلنكي ودلال المنايا، بريق بلنكي مع بزيو يندفع، ثلاثية رائعة وجميلة. يا سلام دلال المنايا وبريق بلنكي، بريق بلنكي بطل هذا الشوط مع الخيال بزيو، بطولة أخرى يضيفها بريق بلنكي إلى رصيده بخلال أسبوع. بسم الله ما شاء الله، بريق بلنكي مع الخيال بزيو، مبروك المبروك للملاك والمدربين. في مضمار المطار طبرة، وبطولة أخرى هنا في مضمار قانا الجليل كفركنا. مازال توف لابا عليم يوسي زمير ما شاء الله. مازال توف لماريوسي أبو عليم شنسياخ بريق بلنكي، مازال توف، مبروك يوسي، مبروك لبزيو على هذا الإنجاز. شتي ألفيوت بتوخ شبوع ماريوسي زي ما ماشي سيك، مازال توف على الكاميرا، على الكاميرا بزيو. صور تذكارية مع بريق بلنكي بطل هذا الشوط. ما
الكاميرا، على الكاميرا الشباب. مبروك لأصحاب المراتب الثانية والثالثة، طير مدريد ودلال المنايا. مبروك لصفوان الهيب، مبروك لمعتز غرابة، مبروك ألف مبروك. إنجاز طيب طبعا، شوط كان رائع وجميل كبير ومثير بدخول ثلاثية رائعة وجميلة. بريق بلنكي، طير مدريد ودلال المنايا. شباب فضول الميدان الله يرضى عليكم، استقبال خيول المجموعة الخامسة. طبعا يتم تدويج مرتبة الثالثة، نائب وصيف البطل طير مدريد مع المالك معتز غرابة من اسطبلات المدريد. مبروك مبروك أبو محمد، مبروك، شوف على وجهه الخير إن شاء الله.